بعيدة. هو أنا مش حاسة إن أنا كده مرتاحة، يعني تعبانة يعني. قولي لي حاسة بإيه بالظبط ونرتب، مش مشكلة. ما أنا كنت عارفة التشجيع يعني. طب نشوف كده، بطنك مثلا وجعاكي؟ شوية. طب منين؟ من هنا مثلا؟ هنا؟ لا لا، فوق شوية. فوق شوية؟ لا بصي، هي راسي. راسك؟ طيب فين بالظبط وجعاكي؟ من قدام. من قدام هنا؟ لا من الجنب. من الجنب؟ طيب ودانك؟ بصي تقريبا من المناخير يعني. من طيب حد عكس وشك او حاجه عشان يبقى في المنظر؟ منظر خنزير؟ لا 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 لا، دي حاجه باينه. كملي. طيب عينيكي؟ لا ما بلبسش نظاره. طيب عملتي كشف نظر قريب؟ سليم. سليم سليم، مفيش مشاكل. طيب رجليكي ايه تاني ممكن تكوني بتشتكي منه؟ معرفش، برجع كل يوم الكليه تعبانه وحاسه انا مش كويسه. من الكليه؟ طيب يا منار ممكن ترتاحي. دكتور ايه علاقتها اصلا؟ مفيش حاجه. اقعدي بس، انا الدكتوره وعارفه. اتفضلي احكي لي بقى عن اخر اسبوع، حسيتي بايه؟ دكتور عايزه اعرف ايه علاقتها دكتور بطن على فكره. احكي لي بس، فضفضي معايا اكنك بتكلمي نفسك. اخر اسبوع ايه اللي حصل؟ شفتي مين؟ حاجه ضايقتك؟ مش اي حاجه، عادي بنزل الصبح اروح الكليه وارجع، غير يعني ان في كده حد جديد جه في الكليه، البنت دي بحس انها مش برتاح لها، معرفش ليه. جميل جميل. هل مش بترتاحي لها كيميكال ولا اتعاملتي معاها وضايقتك؟ يعني ايه ايه كيميكال؟ ايه انا كهرباء اصلا. لا يعني اقصد هل احساسك لما بتشوفيها كده بتتشقلب مكشره على طول ولا ايه؟ بتفكرني بحد كنت بكرهه زمان. جميل جميل. الحد ده شخصيه واقعيه كانت في حياتك ولا كانت من التلفزيون وانتوا صغيرين؟ هي تقريبا مدرسه الكي جي. جميل جميل. وعلى فكره اخطر سن هو في اول سن 5 سنين من عمر البني ادم، لان بيتحدد فيه كل حاجه. فجميل جدا ان انت تكوني اكتشفتي ان الشخصيه دي كانت معاكي وانت صغيره. كان بتعملك ايه مدرسه الكي جي؟ احكي كانك بتحكي مع نفسك، افتكري كده. كانت تقعد تشدني من ودني وبتضربني عليا بالعصاية وبس. والحاجه دي كانت بتضايقك وانت من وانت صغيره؟ هل قلتي حاجتي لحد قبل كده عن الحاجه دي مضايقاكي؟ ولا حد خالص؟ طيب مره بتحكي لنفسك بتقولي مثلا دي مضايقاكي؟ انا افتكرت دلوقتي بس عارفه. انا يا ريت هقول لك كلام انت كنت سمعتيه كتير، بس يا ريت المره دي تحسي بيه، تحسي بيه وتسمعيه وتحسي بيه. الناس كلها مش زي بعضها، يعني ممكن تكوني قابلتي الشخصيه دي وتكون ضايقتك قبل كده. بعد سنه تكتشف ان هي شخصيه حلوه. مش معنى ان هي تكون شبه حد قبل كده ضايقك او حاجه ان هي هتفضل ان هي دي كمان زيها. حتى اللي ضايقتك دي مع الوقت هتتغير، لان الناس مش كلها بتبقى تفضل زي ما هي، والا ما كانش في الايفولوشن والتطور وكده. يعني اكيد كل حاجه الاكسترنال العوامل الخارجيه بتاثر في الشخصيه. دكتور طب انا برضه في الاخر عندي يعني. انا هقول لك انت عندك، ارتاحي بس يا ماما ارتاحي. هقول لك انت، هي تقريبا شكلها كده 90% حاله نفسيه، واغلب الحالات بتبقى ستريس، يا اما ستريس حاجه زي ما انت قلتي شفتيها ضايقتك فافتكرتي حاجه. فانا عايزاكي يعني تاخدي نمره تليفوني ونشوف، حتى لو تزوريني في النادي في اي حته، مش شرط في العياده، نتكلم مع بعض من اصحاب تفضيلي. شكرا يا دكتور. ما شاء الله، قالوا لي حتى ميرسي في الاخر. قلت لهم ده ليه؟ المهم ما شاء الله، ده كلام كبير. ده انا مش عارف اعقم، بس انتوا بقى عقموا. اي حد عايز يعقم على سيد المسؤول يتفضل. حد هيعقم؟ مفيش تعقيم؟ الجو كله ملوث؟ الحمد لله. في حد رفع؟ انا مش شايف، معلش. بس عيني جايه الناحيه الثانيه، ده من الكوميونيكيشن وكفاءة. الدكتوره دكتوره قوي وفريندلي، واكتر حتى يعني. تخيل لو دكاترتنا بيعملوا كده بجد، متخيلين؟ ده نهار ابيض. ده بتقول لها خدي من بيتي، ده بره بره العياده يعني غير فلوس.
ونقعد بقى نتكلم فرندلي خالص، وبره الاطار اللي انت حاسه فيه ان انا دكتوره هقول لك انا هشتغل وخدي التابلس دي ولا الصيفي الروشيتا وتابعيني وجيبيها من الصيدليه اللي تحت عشان يدوا لي عموله ولا في اي ديل بينا. لا قلت لها نتقابل بره والموضوع خلاص بقينا اصحاب وكده. المريضه بتمثل دورها انها مريضه بجد ديبرشن بقى ومتضايقه تقريبا، يعني المدرسه اللي كانت عندنا في الكيشي كده حاسه مخنوقه كده، وحتى وهي ماشيه ايه يعني مش قادره تحسسنا انها نقلت على طول الدنيا نورت قدامها، لا لسه متضايقه برضه متاثره، هتاخد الكلام ده وتتاثر بيه شويه ويبتدي يجيب معاها نتيجه. والله ما شاء الله كانوا موفقين في التمثيل. حد كمان عايز يقول اي تعقيب؟ اللي رافع كوع ورا في كوع، لا مش كوع، لا ايد. يعني مش عايز اعقب على التعقيب فنقعد نطول اكتر. واضح؟ طيب حتى لو حته بقى يعني معلقه معايا من مشهد الدكتوره والمريضه خالص. طب انا برضو من غير ما اعقب قوي لكن هاخد طرف الخيط من اختنا اللي اتكلمت دلوقتي واقول حاجه مهمه ان تو واي، عشان كده قلنا المهندس ياسر يقف هنا، المهندس محمد جلال يقف هنا، نتكلم على انها ايه تاني، ترانسميتر وريسيفر. ممكن برضو حضراتكم تسمعونا في الحته دي بالمره، الحته دي بس. الترانسميتر والريسيفر في العادي الناس بتوع كوميونيكيشن يقولوا لنا كده، مين عليه مسؤوليه كام في الميه؟ يعني كام في الميه على الترانسميتر؟ كام في الميه على الريسيفر؟ عشان الكوميونيكيشن 50 50 تمام، ده العادي صح؟ ده كلام تكنيكال رائع طبعا وصحيح. بس اكشولي مش ده الحقيقي. على ما اظن هي بتتقسم لثلاث حاجات، الترانسميتر والريسيفر والميديوم اللي ما بينهم، لان لو اي معلومه نقصت في السكه ما بين الاثنين فده هيبوظ الكوميونيكيشن سكيلز. الكلام ده ممكن يكون ادق تكنيكال، بس هقول لحضراتكم حاجه، خلينا نطلع بره الدايره التكنيكال خالص ونرجع للكوميونيكيشن سكيلز اللي بنتكلم عليها. اللي بنتكلم عليها دي بتقول عكس قوانين الرياضه والتكنيكال والكوميونيكيشن بتاعت هندسه. تقول ان كل واحد عليه 100%. لما تجمعهم يطلعوا 200%، هي كده. يعني ترانسميتر يعتبر ان الموضوع مسؤوليته تماما. لازم اللي قدامي يفهمني خالص. كان هو ما عندوش مسؤوليه. والريسيفر كده نطلع منه بعد كده ببرودكتس، كل واحد يقعد ينميه مع نفسه ويقرا فيه ويطوره. بس بناخد شويه مفاتيح النهارده، من المفاتيح المهمه وانا اوصيكم بيها واللي بيعلموها حتى المديرين، يقولوا لهم ما حدش يستقبل الموظف وهو جاي الصبح متاخر بالبستفة او باحساس ان هو جاي متاخر. ليه؟ ده ميس كوميونيكيشن وبعدين هيأثر عليه بقيه اليوم. بلاش المهندس ياسر، نفترض المهندس اكس داخل الصبح الشركه متاخر وانا رحت قايل له ايه؟ مش طبعا الخير بقى. صباح الخير. طب انا كنت قلت لك ان انا في الشركه في البيت، يعني انا لسه جاي حضرتك لسه صاحي وبعدين قول لي مواصلات بقى، انت ساكن في الشارع الورا. قول لي ايه؟ قول لي بقى مش عارف رحت عليا ماما، كنت امبارح مش عارف، انا مالي بحاجات يعني بهزر؟ دي شركه محترمه، انت اخر مره ولا وانت المره اللي فاتت كنت قلت لك ايه؟ متحول لتحقيق يلا. لو عملت له فيلم من النوع ده الموظف ده هيشتغل ازاي طول اليوم؟ مش نفسه عمال يفكر في التحقيق واخرتها وهيحصل ايه؟ ده كل ده غلط. انما قالوا مثلا ممكن تعمل حاجه ذكيه شويه تسيبه الاول يعدي اليوم عادي، يعني ما تبينلوش ان انت واخد بالك، كانك ما خدتش بالك اصلا من غير متاخر. وفي اخر اليوم ممكن تقول له ايه؟ بكره بقى عايزك في معايا وناخد الليد زي ما برضه سمعنا دلوقتي فنرجعه للاصل. نتكلم كلام ايجابي. الكلام ده مش بتاعك، انا عارف ان انت مش بتاعت كده. فالكلام ده بتاع الشيطان. والشيطان بتاعك هو اللي بيقول الكلام ده من غير ما تقصده. وهي سيدنا عائشه استجابت فابتدت تتكلم.